مشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم كلمة حق. ما زلنا نحصي النقاط المضيئة على أرض مصر، ما زلنا نتحدث عن دور رجال الأعمال في وضع بصمة في معظم المشروعات القومية العملاقة. من ضمن هؤلاء الرجال الذين وضعوا بصمة في مشروعات عملاقة عدة خاصة بوزارة الكهرباء والطاقة، رجل الأعمال المصري عبد الله الجزار، رئيس مجلس إدارة مؤسسة النماء للمقاولات العامة. أهلا وسهلا فندم، نورتنا. أهلا بك يا فندم، أهلا بسعادتك. لو حبينا ناخد نبذة، مين هو المهندس عبد الله الجزار؟ المهندس عبد الله الجزار راجل من محافظة الشرقية، حصل على بكالوريوس الهندسة سنة 99، واشتغل في المجال دون في احدى الشركات اللي شغاله في نفس المجال اللي انا اسست فيه مؤسسه النماء للمقاولات لسنه 2010. وبدات تاسيس مؤسسه النماء للمقاولات العامه، والحمد لله بفضل من الله وصلنا لمرحله يعني من المعدودين في مجال تركيب الكابلات الارضيه لجميع جهود الفائقه والعاليه والمتوسطه وخطوط الضغط العالي، 220 كيلو فولت و66 كيلو فولت. لو اتكلمنا بقى عن اهم المشروعات اللي انتوا قمتوا بيها في قطاع الكهرباء والطاقه، تقول لي ايه؟ اقول لي معليك ان مؤسسه النماء للمقاولات كان ليها الشرف انها تنفذ مشروعات كثيره من ضمن خطه الرئيس عبد الفتاح السيسي، من ضمنها مشروع تعديل مسار كابلات هيكستيب بابور المتعارض مع القطار الكهربائي. ولله الحمد انجزنا المشروع في المواعيد المحدده وقبلها كمان، وبرده من الخطه الطموحه للرئيس مشروع ربط محطه محولات حدائق اكتوبر بمحطه محولات ابن بيتك، ربط تعديل مسار كابلات مدينه الشروق القاهره الجديده مدينتي المتعارض مع تطوير طريق السويس وتوسعته، ولله الحمد انجزنا الشغل في مواعيده وكتير من المشروعات كتير من المشروعات اللي انتوا دخلتوا فيها مشروعات كلها قوميه لله الحمد. طيب ايه تاني من هذه المشروعات القوميه الخاصه بوزاره الكهرباء والطاقه وخاصه الشركه المصريه لنقل الكهرباء؟
احنا تقريبا 80% من مشروعاتنا مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء بجميع مناطقها، المنطقة الشمالية والمنطقة الجنوبية. مشروع ربط محطة المحولات، فتح الخط الهوائي لربط محطة المحولات المستثمرين على الشبكة الكهربائية وأنجزناه برضو في مواعيده. مشروع ربط محطة المحولات مصنع 90 الحربي بمحطة محولات الانتاج الحربي. وكان لنا عظيم الشرف ان احنا نشترك في مشروع حفر قناة السويس الجديدة. اخذنا تعدية وسحب الكابلات اسفل قناة السويس الجديدة في جميع مواقع التعديات نمرة 6 والفردان وسرابيوم لشركة توزيع كهرباء القناة وللشركة المصرية لنقل الكهرباء. اكيد كمان في مشروعات عدة كثيرة، لان انت ذكرت لي قبل التسجيل ان في اكتر من 50 مشروع قمت بيهم، ولكن في الذاكرة مش حاضرة، بس في مشروعات عدة كلها لكم بصمة فيها، بصمة قومية. من ضمن المشروعات احلال الكابلات الزيتية لربط محطة محولات عابدين بمحطة محولات الجبل الاخضر في وسط البلد وتحت ضغوط كتير، وتصريح العمل بالليل من 12 بالليل ل 6 الصبح. وبفضل الله قمنا بتنفيذ المشروع وتسليمه في مواعيده كما ينبغي زي ما هو مطلوب في الخطة اللي حطها وزارة الكهرباء والطاقة. كان لنا عظيم الشرف ان احنا برضو مؤسسة النماء للمقاولات تقوم بتعديل مسارات كابلات دائرتي شرق البحيرات بشرق القناة والمتعارضة مع قناة السويس الجديدة. ولله الحمد شيء جميل. بتعليمات سيادة الرئيس واللواء كامل الوزير أنجزنا رئيس الهيئة الهندسية، رئيس الهيئة الهندسية أنجزنا المشروع في مواعيده. ولله الحمد نعد من إحدى الشركات المعدودة في مجال تركيب الكابلات الكهربائية. كمان إحنا قمنا بتركيب الكابلات ربط محطة محولات شمال القاهرة بمحطة محولات تكرير بترول جهة الإسناد الشركة المصرية لنقل الكهرباء منطقة القاهرة، وأنجزنا الأعمال في مواعيدها المحددة. والكابلات في الخدمة بقى لها مثلا تقريبا أكتر من سنة. دائما يا باشمهندس سيادة الرئيس بيأكد على ثلاث محاور أهمهم أعلى جودة في المشروع وأقل أسعار وأقل وقت في التسليم. أنت ترجمت الكلام ده إزاي في مؤسسة النماء للمقاولات؟ أنا سيادتك التزمت بالثلاث محاور دول الحمد لله في مؤسسة النماء. وبصراحة إحنا في الأربع سنين اللي فاتوا كل مشاريع البنية التحتية شهدت طفرة غير عادية في حكم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأنا بتكلم عن مجال الشغل بتاعي في وزارة الكهرباء بتعليمات السيد الرئيس للدكتور شاكر وزير الكهرباء والطاقة، اللي بدوره ادى تعليماته لرؤساء الشركات الشركة القابضة وشركة نقل الكهرباء بتنفيذ الخطة بنفس الالتزامات. المدة الزمنية، الوقت، ده كان عامل أساسي طبعا. الوقت وقلة المدة في التنفيذ، احنا ضغطنا الناس تشتغل 24 ساعة بثلاث فرق عشان نلتزم بان احنا ننجز الاعمال ديت في المدة مع المحافظة على الجودة في العمل. وبفضل الله الحمد لله لنا اسم كويس في المجال ده الحمد لله. برضو مؤسسة النماء للمقاولات اسند اليها بالامر المباشر تعديل مسار كابلات دائرتي هيليوم لاستجنيد بشارع جسر السويس. الدائرتين دول كانوا متعارضين مع المرحله الرابعه مع مشروع الخط الثالث لمترو الانفاق. وانجزنا الاعمال ديت في خلال اربع ايام على الاكثر عشان ما نعطلش مشروع الخط الثالث لمترو الانفاق. وتعديل مسار كابلات السلام دواجن المتعارضين مع الكوبري
اللي من ضمن خطة الرئيس في الطرق والكباري. مشروع ابن بيتك اللي هو ربط محطة محولات حدائق اكتوبر بمحطة محولات ابن بيتك، المشروع كان مدة تنفيذه 3 شهور، وبفضل الله وتعليمات السادة رؤساء المناطق والمهندسين ورؤساء الشركة المصرية للكهرباء ووقوفهم جنبنا ومساعدتهم لنا ومساندتهم لنا وطاقم الإشراف الكامل اللي كان بيشتغل معانا 24 ساعة عشان نحافظ على 3 محاور، الجودة والمدة و أقل وقت في التسليم، المدة. انتوا كشركة يا فندم بتشتغل في السوق المصري ونفذت مشروعات قومية عملاقة وحطت بصمة حقيقية في هذه المشروعات، هل تدركتم وطلعتوا برا في دول شقيقة، او لو طلب منكم انك تنفذوا مشروعات عن طريق هذه الشركات الكبرى اللي انتوا بتتعاملوا فيها في دول شقيقة من الاشقاء العرب، انتوا جاهزين؟ هو سيادتك احنا بفضل الله عندنا امكانيات من معدات وعماله مدربه فنيه وامكانيات ان احنا نشتغل في كل المشاريع سواء جوه مصر او بره مصر، بس احنا طبعا بنركز الاول ان احنا ننجز ونقف في ظهر الناس اللي هي اولي الامر عشان نوصل بمصر ونعدي بيها لبر الامان، والناس اللي وثقت في رجال الاعمال المصريين ان هم على قد المسؤوليه، والناس اللي وثقت في رجال الاعمال المصريين. احنا نشكر الظروف اللي حطتنا في المكان دون، وتوفيق ربنا طبعا قبل كل حاجه، طبعا ان احنا اشتغلنا في المشاريع الجباره دي. والحمد لله والشكر برضو زي ما ذكرنا طاقم الناس الاشراف، بنذكر الطاقم اللي نفذ وسهر ليل ونهار وكان عليه عبء كبير، ما بننساش دورهم. خلينا قبل ما نشكر بس نخش في منطقة مهمة، وهي كم هذه المشروعات القومية؟ أكيد يا فندم بتتكلف مليارات الجنيهات، هل لابد يكون هذا الدعم متوفر حتى لا تتوقف هذه المشروعات من وجهة نظرك؟ هو من وجهة نظري يكون لازم يكون متوفر، لكن احنا برضو كرجال اعمال بنحاول نضغط من ناحية وعشان ما نجهدش الناس. يعني انتوا بتقوموا بدور مساعدة مع الدولة، لازم نساعد. احنا الخير اللي احنا فيه ده من الدولة، طبعا لازم نساعد الدولة ونقف في ظهرها طبعا، لكن طبعا مفيش عربية بتمشي غير بنزين، اكيد ما عليك عارف اكيد. واحنا ان شاء الله كل
ربنا بيقدرنا على اي دعم احنا مش هيتاخر. اللي ما يقدرش بدعم مادي يقدر بدعم بمجهوده. طبعا طبعا. طيب خلينا اخش في منطقه تانية بقى واتكلم عن طموح المستقبل بالنسبه لمؤسسه النماء للمقاولات العامه. طموحها ايه؟ طموح مؤسسه النماء انها تكبر وتبقى في التصنيف من ضمن الشركات في اتحاد المقاولين المصنفه فئات الاولى، ونشتغل في مشاريع داخل مصر وخارج مصر. ده الكلام ده يعني سابق الاوانه. بعد ما نقف في ظهر الناس المسؤولين ونخلص مشاريعنا ونبقى عندنا يعني امكانيات ان احنا نطلع بره ان شاء الله. الشركه المصريه لنقل الكهرباء في كلمتين كده انت شايفها ازاي؟ الشركه المصريه لنقل الكهرباء ما ينفعش نوصفها في كلمتين. اتفضل. احنا نوصفها في سنين كلام. من كبار الشركات العملاقه في مجال الكهرباء. عندها مشروعات وبتنجز مشروعاتها في الاوقات المحدده بقيادتها من اول رئيس الشركه لحد الطاقم الفنيين اللي بينفذوا معانا المشروعات. مناطق الشركه المصريه للكهرباء كتير ومتعدده، منطقه جنوبيه ومنطقه شماليه، كل المناطق دي شغاله على قدم وساق عشان تنفذ المشروعات. واحنا يا ريت كل الشركات في قطاع الكهرباء تحذو حذو الشركه المصريه للكهرباء. طيب سؤال يا باشمهندس، الطموح دايما لا ينتهي، هل انت ما عندكش طموح انك تشتغل مثلا في العاصمه الاداريه الجديده في اجهزه مختلفه خارج وزاره الكهرباء؟ والله لو اتاحت لنا الفرصه احنا على اتم الاستعداد وعندنا جميع الامكانيات الفنيه، المهندسين المدربين الكفء، العماله المدربه الفنيه، الامكانيات، المعدات، ان احنا نشتغل في كل القطاعات ديت لو اتاحت لنا الفرصه. والحمد لله احنا من ضمن الشركات اللي عملت اسم واسم كويس في المجال اللي احنا شغالين فيه. هل في تدريب يا فندم بالنسبه للمهندسين والفنيين في مؤسسه النماء للوصول باعلى مستوى من الجوده؟ والله يا فندم احنا بنعمل دورات تدريبيه للمهندسين والفنيين عشان نوصل بالناس والتيم بتاع الشركه ان هو ينفذ او يشتغل تحت ضغط. ان هو ينفذ في مواعيد وبجوده. والالتزام الكامل بالتعليمات الصادره من القيادات.
لو حبينا فندم نبعت رسالة لسيادة الرئيس نقول له ايه؟ بنقول للرئيس احنا معاك وربنا يقويك علينا، واحنا كلنا كشعب ورجال اعمال وموظفين وكل قطاعات الدولة ايدينا في ايديك علشان ننفذ خطة سعادتك في ان احنا نوصل بالبلد ونعدي بيها لبر الامان، وربنا يقوينا ونفضل ملتزمين بالتعليمات والتوجيهات بتاعت معاليك والسادة الوزراء في كل قطاعات الدولة لتنفيذ المهمة الموكلة الينا، المهمة الصعبة الموكلة اليك، وربنا يعينك يا ريس، واحنا ايدينا في ايديك باذن الله لما نوصل لبر الامان. الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة تقول له ايه؟ وزير الكهرباء دون اقول له انت احسن وزير مسكت وزارة الكهرباء في عصرك بتعليمات السيد رئيس الجمهورية. ده حقيقي. قطاع الكهرباء نهض. نتخيل من سنتين من ثلاثة كانت الكهرباء بتقطع باليوم الاثنين، احنا كأرياف كنا بنحس بالكلام ده. يمكن في المدن ما كانوش يحسوا بكده. لا كانت بتقطع عندنا بالثمان ساعات. طب ما بالك الأرياف اللي هي مهملين. دلوقتي الحمد لله بفضل الله بقالنا سنتين وأكتر ما بنشوفش الكلام ده. فالدكتور محمد شاكر راجل عامل اللي عليه وشغال كويس وربنا قويه. المهندس أسامة عصران نائب الوزير تقول له ايه؟ ده الدينامو. المهندس أسامة عصران دينامو وزارة الكهرباء. بياخد التعليمات وبيتابعها ليل نهار لحد ما بتنفذ، والمشروعات والخطط وكل ده كله الراجل ده هو الدينامو. ما بينامش. المهندس جابر الدسوقي رئيس الشركة القابضة تقول له ايه؟ نقول له يا ريس ربنا قويك، ده كتلة نشاط في متابعة الشركات والمرور على المشاريع والمحاولة للنهوض بقطاع الكهرباء والتزامه بالخطة. كله يحسب لحضرته تحت إشراف سيادة الوزير. المهندس جمال عبد الرحيم الشركة المصرية لنقل الكهرباء والطاقة تقول له إيه؟ المهندس جمال عبد الرحيم رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء. تقول له يا ريس انت كتر خيرك، انت بتحاول بتعليمات تنفذ تعليمات كل القادة من الوزير لرئيس الشركة القابضة لنائب الوزير، وبفضل الله لو مشينا لو مشيت الشركة المصرية لنقل الكهرباء لو فضلت شغالة بنفس النمط، بالإضافة لأنها من أحسن الشركات في قطاع الكهرباء، هتتفوق وهتبقى أكتر بكتير. وربنا يقويك يا باشمهندس جمال. المهندس جمال عبد الناصر العضو المتفرغ للمنطقة الشمالية تقول له إيه؟ المهندس جمال عبد الناصر العضو المتفرغ للمنطقة الشمالية. إحنا اشتغلنا مع المهندس جمال عبد الناصر تقريباً في أربع مناطق التابعين للمنطقة الشمالية: منطقة القاهرة، منطقة اسكندرية، منطقة الدلتا، منطقة القناة. وبفضل الله هو في ظهر كل أصحاب الشركات وكل المقاولين اللي شغالين ليل نهار بنكلمه في التليفون. مفيش مواعيد. في متابعة جبارة ودفع للأمام دايما منه لكل الناس اللي شغالة في المصرية لنقل الكهرباء. مهندس صلاح عزت العضو المتفرغ للمنطقة الجنوبية تقول له ايه؟ المهندس صلاح عزت العضو المتفرغ للمنطقة الجنوبية راجل نشيط شايف شغله، ومن القادة اللي احنا بنحبهم في المصرية لنقل الكهرباء، وكان لنا الشرف ان احنا اشتغلنا معاه في مشروع ازدواج الكابلات المغذية لمحطة محاولات كمان فارس من محطة غرب الفيوم، وبعض المشروعات في أسيوط منها ربط محطة محاولات أسيوط 500 أسيوط 66 جوه محطة محاولات أسيوط 500. وربنا يقويك يا باشمهندس صلاح ويعينك. أسرة الشركة تقول لها ايه؟ أسرة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، احنا بنخص من الشركة المصرية من أسرة الشركة منطقة القاهرة
لان احنا تقريبا 80% من المشروعات بتاعتنا مع منطقه القاهره. اتفضل يا فندم. المهندس طارق الديب رئيس منطقه كهرباء القاهره. الراجل ده بيشتغل اكتر مننا. ما نقدرش نقول اكتر من كده. بيشتغل اكتر مننا وتعليماته حازمه. ساعدوا الناس وقفوا جنبهم فيما لا يتعارض مع الجوده والمده. ساعدوا الناس وقفوا جنبهم. وبرضو المهندس سليمان رئيس قطاع كابلات الجهد الفائق، والمهندس سيد الطاهر مدير عام مشروعات الكابلات. الراجل دون هو الجندي المجهول. المهندس سيد الطاهر ده الجندي المجهول ورا كل الشركات اللي شغاله، مفيش مشكله بتقف قدامه بفضل الله. وكل التيم بالمهندسين والفنيين اللي شغالين معاه حابينه، وبالتالي بينفذوا تعليماته. واحنا بنقول لكل الطاقم ده متشكرين. احنا ما بننجحش لوحدنا، احنا بننجح بيكم. زي ما شكرنا الطاقم بتاع المؤسسه، الناس المهندسين والفنيين والسواقين والعمال وكله، بنشكر طاقم الاشراف بمنطقه القاهره، المهندس طارق الديب، المهندس سليمان منصور رئيس قطاع كابلات الجهد الفائق، والجندي المجهول في قطاع الكابلات المهندس سيد الطاهر مدير عام مشروعات كابلات بالشركه المصريه للكهرباء بمنطقه القاهره، وكل المهندسين والمشرفين، المهندس مصطفى عبد الحسيب، المهندس محمد طه، دول ربنا يخليهم لمصر ويخليهم للشركه المصريه للكهرباء. المهندس عبد الله الجزار، كلام مع حضرتك محتاج لحلقات وحلقات، ولكن للاسف وقت حلقتنا انتهى. اسمح لي ان انا اشكرك واقول لك انت كنت ضيف عزيز معانا، نورتنا واسرتنا بمشروعات قوميه عملاقه ومعلومات قيمه. شكرا لحضرتك يا فندم. احنا اللي بنشكر حضراتكم، وبنتمنى نتقابل مع حضراتكم في حلقات اكتر واكتر، لان احنا حلقه واحده ما تكفيش انجازات شركتنا في مجال تركيب الكابلات لجميع جهود. وبنتعشم نقابل حضراتكم في حلقات تانية. وفي النهاية وفي نهاية ختامنا بنقول تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، وتحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. وفي نهاية حلقتنا بنشكركم أعزائي المشاهدين على حسن المتابعة، على أن نراكم في حلقة قادمة من برنامجكم كلمة حق. انتظرونا، كان معكم رجب إبراهيم. إلى اللقاء.